الأخت الفاضلة هي بتقول بأنها تتوضأ وتستنجي وينزل شيء. طبعا هذا الذي فهمته الآن هذا مرض يعني كسلس البول، كسلس البول. فالأخت الفاضلة من صاحبة الأعذار، عند الصلاة ماذا تفعل؟ هي تتوضأ وضوءها للصلاة، لكن تتوضأ بعد دخول الوقت، لا تتوضأ قبل دخول الوقت، لأن طهارتها طهارة حكمية في قول الجماهير، لأن أصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توضأ لكل صلاة، وكانت تغتسل لكل صلاة، وقال تلجمي استثفري. فالأصل في ذلك أنها تغسل المحل، تغسل المحل وتتحفظ، هي تضع شيئا تتحفظ بعدما تغسل المحل وتتوضأ للصلاة، ولا يهمنها ما نزل بعد ذلك، تصلي صلاة الفريضة وتتبع الفريضة النافلة الخاصة بالفريضة أو النافلة المطلقة، لكن عندما تأتي الفريضة الأخرى لابد عليها أن تعيد الكرة بأن تغسل المحل تتحفظ تتوضأ. طب هي قالت أنا لو تحفظت في كل صلاة هذه مشقة عظيمة، فنقول إذا ما عليك إلا أن تغسل المحل، وليس عليك أن تغيري الثوب وتتوضئين لكل صلاة، لكن الوضوء يكون بعد دخول الصلاة، وإن كان تغيير الثوب كما قلت فيه مشقة لا تفعلي، لكن توضئي لكل صلاة.